هنبدأ بشرح قاعدة المضارع المستمر. والزمن دوت بيتكون يا جماعة من am أو is أو are وفعل مضاف له ing. طبعا الـ am لما يكون الفاعل بتاع الجملة I، والـ is لما يكون فاعل الجملة he أو she أو it، أما are طبعا مع ضمائر الجمع they we you. ومثال بسيط كده، جانا is reading at the moment، يعني جانا بتقرأ في هذه اللحظة. طبعا جانا بتمثل عند الضمير she، وعلى هذا الأساس خدنا is فعل مساعد ثم ing على الفعل. النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها، ايه هي استخدامات المضارع المستمر؟ طبعا اول استخدام للمضارع المستمر حتى كده من اسمه، يأتي المضارع المستمر مع الاحداث المستمرة حاليا، يعني حاجة متواصلة قدامي شغالة قدامي دلوقت. فمثلا نشوف السؤال ده، Please answer the phone, I know at my lunch. نختار eat ولا am eating. معنى الجملة من فضلك رد على التليفون لان انا بتناول غدائي، واخترنا طبعا I'm eating لأن أنا مستمر دلوقتي في تناول الغداء. رد على التليفون دلوقتي لأن أنا حاليا برضو مستمر في تناول الغداء. وتعالوا نشوف إيه الاستخدامات التانية. بنقول الاستخدام التاني، ممكن المضارع المستمر يعبر عن المستقبل. طب نشوف مثال، He's visiting أسوان tomorrow، يعني سوف يزور أسوان غدا. مش ممكن طبعا هيكون الزيارة مستمرة دلوقتي واستخدم في نفس الجملة كلمة tomorrow. وكمان مثال، They're buying a new car next week, everything is arranged، يعني هما هيشتروا سيارة جديدة الأسبوع القادم فكل شيء مرتب، مرتب له في المستقبل يعني. وهنا برضو استخدمنا مضارع مستمر لأن برضو من استخدامات المضارع المستمر لما يعبر عن ترتيب مستقبلي. وتعالوا نشوف الاستخدام الثالث للمضارع المستمر. بنقول لما نيجي نتكلم عن حدث مستمر لكن ليس بالضرورة إنه بيحصل دلوقتي وأثناء التحدث. يعني هفترض مثلا إن أنا طلبت منك تعمل مشروع، اسي مثلا مقال. فأنا جاي لي هنا جاي للحصة فبقول لك أنت خلصت المشروع ده، هترد عليا وتقول لي I'm working on the project، يعني أنا شغال على إنهاء المشروع ده. هل أنت حالا شغال على إنهاء المشروع؟ لا طبعا. وهنا أنت تقصد أن أنت شغال على المشروع ده، يعني أساسا ممكن تكون في الحصة عندي بس أنت شغال على إنهائه بعد الحصة أو قبل الحصة أو في اليوم اللي بعد الحصة أو اليوم اللي قبل الحصة. ومع الاستخدام الرابع بنقول برضو المضارع المستمر بيتكلم عن موقف حالي ومختلف عن الماضي، يعني عادة احنا متعودين نعملها دلوقت إنما ما كانتش موجودة في الماضي. شوف المثال ده، The majority of the youth are chatting using the internet these days، يعني أغلبية الشباب بيدردشوا مستخدمين الإنترنت هذه الأيام. طبعا الشباب زمان ما كانوش بيستخدمهم أو ما كانوش متعودين على نفس العادات. طب إيه هو الاستخدام الخامس؟ بنقول إن المضارع المستمر بيجي برضو بيعبر عن المواقف المؤقتة. يعني إيه موقف مؤقت؟ يعني مثلا فعل بعمله حاليا ومؤقت لأن أما يخلص الفعل ده خلاص ما عنتش هتكلم عنه. طب نشوف مثال يوضح الموضوع ده. بنقول the government is building a central hospital، يعني الحكومة بتبني حاليا مستشفى مركزي. هل المستشفى المركزي ديت هم هيفضلوا فيها للأبد يعني؟ لا، ده موقف مؤقت، مجرد ما يخلصوا بناء المستشفى يبقى الحدث تم وانتهى. طيب في نقط مهمة جدا جدا لازم نعرفها مع المضارع المستمر. بنقول في أفعال ما ينفعش نستخدمها مع المضارع المستمر. زي إيه الأفعال دي؟ مثلا أفعال الرغبة زي want أو need، want معناه يريد، need يعني يحتاج. أو أفعال التملك have أو own أو belong أو فعل possess. طب possess معناها يمتلك. طب أفعال الحواس الخمس زي see و hear و smell و taste و touch. وبرضو أفعال الحب والكره، لما أقول love hate يكره، detest يكره جدا يعني يبغض، dislike لا يحب. وكمان أفعال إبداء الرأي والاعتقاد زي think أو believe. وبرضو كمان أفعال الإدراك زي understand يفهم، realize يدرك. وكمان في أفعال أخرى طبعا ده جدول في الكتاب بس احنا كده نعتبر قلنا 90% من الأفعال دي، زي cost أو join أو look. look طبعا معناها يبدو. طيب ايه معنى الكلام ده؟ بقول لو في فعل من الأفعال اللي احنا ذكرناها دلوقت جاء معاه ing يبقى الجملة خاطئة. يعني مثلا لما بقول I'm having a new house، أنا أمتلك الآن منزل جديد، طبعا الجملة غلط بما إن الفعل have هنا جاء طبعا معناها يمتلك، واحنا قلنا أفعال التملك ما ينفعش نضيف عليها ing. إنما في نفس الجملة أقدر أقولها بشكل تاني صح طبعا، I've a new car أو I have a new car، يعني أنا أمتلك عربية جديدة. طب نعمل إيه؟ نقول إن أفعال دي زي أفعال التملك ما ينفعش نستخدمها مع المضارع المستمر أو حتى الماضي المستمر، إنما ينفع استخدمها مع الأزمنة البسيطة زي المضارع البسيط والماضي البسيط. طب كمان مثال، I'm seeing well، طبعا برضو مثال خاطئ. المثال أنا أقصد هنا معناه أنا أرى الآن جيدا، لأن فعل سي فعل من أفعال الحواس الخمس وده ما يجيش برضو مع المضارع المستمر. طب نعمل إيه؟ نعوض بزمن تاني اللي هو البسيط من نفس النوع، يعني بدل مضارع مستمر يبقى مضارع بسيط.
والصح طبعا اقول I see will او I can see will. طب شوف الامثلة دي, his having his meal. هنا الجملة صحيحة رغم ان فعل have المفترض معناه يمتلك, قلنا ما يجيش عليه ing, انما هنا طبعا جاب معنى تاني, هنا معناه يتناول, كأن بالضبط قلت لك his eating his meal. وكمان مثال I'm having a good time, برضو المثال هنا صحيح لان الفعل have ما جاش هنا تملك, انما هنا طبعا معناه spend يعني يقضي, يعني انا بقضي دلوقت وقت جيد. ونشوف كمان مثال I'm seeing a doctor, برضو المثال صحيح لان الفعل see هنا مش فعل حاسة من الحواس, ولكن هنا طبعا معناه visit, يعني كأني قلت لك I'm visiting a doctor. وفي نقطة مهمة جدا, طبعا عارفين كلمة always اللي معناها دائما, كلمة كانت اقدر ان انا استخدمها مع المضارع البسيط او الماضي البسيط, النهاردة اقدر استخدمها مع الماضي مع المضارع المستمر, بس امتى؟ لما يكون الفعل ده الفعل بتاع الجملة او زمن الجملة المضارع المستمر بيعبر الفعل ده عن ازعاج او ان انا متضايق. يعني شوف المثال He's always shouting in the morning, يعني هو بيصرخ دايما في الصباح, وده طبعا انا ببين انزعاجي او مضايقتي من الشخص ده, عشان كده استخدمنا كلمة always في زمن المضارع المستمر. ومع الجزء الثاني هنتكلم في اهم النقط اللي موجوده في الوحده الاولى. بنقول قاعده يوستو, طبعا يوستو دي سايلنت, فاكرين طبعا يوستو بيجي بعدها الفعل في المصدر, يعني بنقول I used to read newspapers, يعني انا اعتدت على قراءه الجرايد. طب المعنى ايه؟ كنت متعود وخلاص ما عدتش انا بقرا جرايد. طيب هل لها قاعده؟ بنقول عشان يوستو يجي بعدها مصدر لازم اقول الفاعل ثم يوستو, يعني I used to, مفيش فواصل, مش I am used to مثلا. إنما نفس المثال لما بقول مثلا I am أو I become أو I get ثم used to, هيجي بعد كده فعل زي ing, يعني مثلا I'm used to reading newspapers أو I'm used to newspapers, يعني أنا اتعودت على قراءة الجرايد. طب نشرح الجملة. الجملة هنا لو لاحظت هتلاقي الفاعل ثم used to, بس في بين الفاعل أو الضمير used to verb to be am هوت أو become أو فعل get. في الحالة ديت العادة اللي هو الفعل بتاع قراءة الجرايد أنا كنت متعود عليه في الماضي ولسه متعود عليه لحد دلوقت. طب شوفوا المثال ده He got used to singing after the serious operation, يعني هو اعتاد على الغناء بعد العملية الخطيرة. طيب هنا استخدمنا الفعل get إنما كماضي got يعني. طب هل ينفع مع الجملة ديت أستخدم verb to be أو فعل become؟ بنقول الأدق في الاستخدام هنا الفعل get, لأن get بيمتاز عن verb to be أو become قبل used to انه بيعبر عن الفعل ده اللي هو الغناء مثلا انا اعتدت عليه ولكن بصعوبة with some difficulties. ونتكلم دلوقتي على جملتين مهمين جدا هستخدم فيهم كلمة because. طب شوف المثال الاول I cannot open the door, لا استطيع فتح الباب because I'm eating. هنا نشرح كده المثال ببساطة, بنقول ان كلمة because هنا جاي لي بعدها مضارع مستمر. طب ليه؟ هاتها بالعربي كده انا لا استطيع فتح الباب حالا لان برضو في نفس الوقت مستمر في فعل شيء تاني. انما مع المثال اللي بيقول I couldn't open the door because I had lost my keys, يعني انا لم استطع فتح الباب في الماضي خد بالك لاني في وقت سابق لي كنت ضيعت المفاتيح بتاعتي. طب because هنا جاي لي بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط. طب انا لم استطع في الماضي البسيط فتح الباب لاني في الماضي الاقدم كنت فقدت المفاتيح بتاعتي. وننقل لنقطة مهمة جدا, نقطة اسمها الروابط الزمنية. طبعا عارفين من أولى ثانوي إن أنا عندي روابط زمنية زي after, before, when, as soon as, by the time, كل كلمة من دول كان لها قاعدة معينة. بس احنا قلنا إن جميع الروابط الزمنية لو جاء بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام ألاقي الجملة التانية عبارة عن will والفعل في المصدر. مثلا لما بقول after we finish أو after we have finished جاي لي هنا مضارع بسيط أو مضارع تام. After we finish أو after we have finished our mission بعد ما ننتهي من مهمتنا we will call you, هنتصل بيك. فهنا الرابط الزمني after أو أيا كان الرابط جاي لي بعده مضارع بسيط أو مضارع تام, الجملة التانية عبارة عن will والفعل في المصدر. طب إيه الجديد السنة دي بقى؟ شوف المثال ده الأول Every weekend after we have finished our lessons we meet and play together, يعني كل نهاية أسبوع عندما ننتهي من دروسنا بنتقابل ونلعب معا. هنا هنلاحظ ان الروابط الزمنيه زي افتر مثلا جاي لي بعدها مضارع تام, بس الجمله الثانيه مش ويل والمصدر لا ده مضارع بسيط. طب ليه مضارع بسيط في الجزء الثاني مش ويل؟ لاني بتكلم عن عاده هتتكرر دايما, يعني كل بقول لك every weekend يعني كل نهايه اسبوع بعد ما بننتهي من الدروس بتاعتنا بنتقابل ونلعب مع بعض يعني,
فهنا بتكلم عن عادة بتتكرر كل نهاية أسبوع. ومع آخر نقطة بنقول يا جماعة كلمة everyone أو everybody, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody. إيه الكلمات دي؟ هل لها قاعدة؟ بنقول لها قاعدة بسيطة جدا، لما يجي بعدها فعل فالفعل ده يكون مفرد، يعني بتعامل مع everyone أو someone أو غيره كأن بالظبط شايف ضمائر مفرد هي وشوئت، يبقى نقدر نقول يجي بعدها فعل مفرد إنما الضمير جمع. ونشوف المثال ده. Everyone had the right to vote in the selection. يعني الجميع له الحق إن هو يصوت في الانتخابات. هنلاقي everyone جاي لبعدها الفعل has فعل مفرد إنما الضمير there جمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب تانية ثانوي، النهاردة إن شاء الله موعد الفيديو الثاني من الوحدة الثانية في الترم الثاني يونت 8. والوحدة بتتكلم أو القاعدة بتتكلم عن أشكال المستقبل المختلفة، سواء مستقبل مستمر أو مستقبل تام أو مستقبل بسيط القديم. وفي آخر القاعدة إن شاء الرحمن أو في آخر الفيديو هنتكلم كلام مهم جدا في نقط مهمة عن المستقبل. وخدوا بالكم الحاجات دي جديدة، وده إن شاء الله موجود أصلا في أسئلة الأوبن جنرال حتى في تالتة ثانوي، يعني أنت مضطر للقاعدة ديت ومهمة جدا جدا تفهمها كويس جدا. خليكم معانا. نفتكر كده مع بعض بدأنا نتعامل مع أشكال المستقبل إزاي من ابتدائي بالترتيب كده. كل معرفتنا بالمستقبل كان استخدام will plus infinitive، يعني will والفعل في المصدر. يعني لما كنا بنقول مثلا I'll travel tomorrow، يعني سوف أسافر غدا. بعد كده استخدمنا مصطلح معبر عن المستقبل اللي هو am أو is أو are plus going to plus infinitive، زي ما هنقول I'm going to travel يعني سوف أسافر. طب إيه الفرق بين الشكلين؟ كنا بنقول مع كلمة will بتعبر عن مستقبل بعيد، أما مع مصطلح going to بتعبر عن مستقبل قريب. بعد كده استخدمنا المضارع المستمر واللي أساسا بيعبر عن الاستمرار، يعني لما أقول مثلا he's reading a paper معنى كده أنه بيقرأ الجريدة دلوقت. إنما لما كنا بنقول مثلا he's visiting Luxor next week هنلاقي الجملة فيها كلمة next week، يبقى أكيد الجملة هنا مش بتعبر عن استمرار بل بتعبر عن مستقبل. ومرة نشوف جملة بتقول the plane takes off at 5:30 tomorrow، يعني الطائرة ستقلع في تمام الخامسة والنصف غدا. هنلاقي هنا طبعا الجملة في زمن المضارع البسيط صحيح، ولكن بتعبر عن المستقبل. يبقى خلاصة الكلام ده كله عندنا أربع أشكال نقدر من خلالهم نستخدم المستقبل، وكل شكل أكيد له استخدامات معينة. ويبقى الأربع أشكال زي ما احنا قلنا: واحد will plus infinitive، am أو is أو are plus going to plus infinitive، أو ثلاثة المضارع المستمر اللي هو عبارة عن am أو is أو are plus verb plus ing، أو رقم أربعة المضارع البسيط اللي هو present simple. وتعال نشوف إمتى نستخدم كل شكل من الأشكال دي. وطبعا هنبدأ ب will plus infinitive، يعني will والفعل في المصدر. نشوف كده إمتى نستخدمها. واحد لما أجي أتكلم عن الحقائق المستقبلية اللي هي future facts، زي ما هنقول مثلا today is Saturday tomorrow will be Sunday، يعني النهاردة يبقى النهاردة السبت، يبقى حقيقة مستقبلية ان بكرة الحد. او لما مثلا نقول he will be 20 next week، يعني هو هيتم عمر 20 سنة الاسبوع الجاي، وبرضو دي حقيقة. طب الاستخدام التاني بنقول تنبؤ غير قائم على دليل، يعني prediction without evidence. ونشوف المثال ده كده مع بعض. مثلا لو في مباراة لفريق بكرة مع فريق تاني وعايز اتنبأ مثلا بفوز فريقي، هقول my team will win tomorrow. هنا بتنبأ بفوز فريقي طبعا، بس انا ما عنديش دليل. والاستخدام الثالث لويل قرار سريع، يعني quick decision، يعني بيكون في موقف قدامي وبناء عليه بتخذ قرار سريع، زي ما بقول مثلا it's cold I'll shut the window، وهنا الموقف ان الجو بارد فخدت قرار سريع ان اقفل الشباك. اربعة في الاستخدامات العرض، يعني offer، يعني لما بعرض خدمة على حد، زي ما بنقول مثلا I'll help you carry your heavy bag، وهنا بعرض خدمة على حد ان اساعده يشيل شنطته التقيلة. خمسة request اللي هو الطلب، يعني لما اطلب من حد انا بقى خدمة يعملها لي، زي ما هقول Will you send this letter for me please، وهنا بطلب من حد انه يبعت لي خطاب. ستة في الاستخدامات وعد اللي هو promise، وهنا بوعد حد بشيء في المستقبل، مثلا لما اقول لابني study hard and I'll give you more pocket money، يعني ذاكر بجد وانا هديك مزيد من مصروف الجيب. سبعة التهديد، يعني threat، وهنا بهدد حد لو ما نفذش مثلا حاجة بطلبها منه، زي ما هقول study hard or I'll punish you، يعني ذاكر بجد وإلا سأعاقبك. وهنا بهدد طالب مثلا بالعقاب، لو مش هيذاكر بجد هعاقبه. تمانية في الاستخدامات تحذير عام، يعني general warning، يعني لما مثلا أقول لحد be careful
or you will cut your finger، يعني خد بالك وإلا ستجرح إصبعك. 9 حالة إف الأولى طبعا اللي حافظنا، إف لما يجي بعدها فعل الشرط مضارع بسيط يبقى جواب الشرط will plus infinitive، زي المثال اللي جاي if he fixes the car he will drive safely، يعني لو يصلح سيارته هيقدر يسوقها بأمان. 10 مع بعض الكلمات، يعني في كلمات لو شفناها استخدم على طول الجملة اللي بتعبر عن المستقبل بس بويل بلس انفينيتيف، والكلمات دي زي شور، بليف، ثينك، بروميس، سبوز، هوب، اكسبكت، افريد، بريدكت، برهابس، سيرتن، بروبابلي، سيرتينلي، بوسيبولي. زي نقول مثال كده I expect he will get the gold medal، وهنا بتنبأ انه هيحصل على الميدالية الذهبية. 11 رقم 11 الاستخدامات مع الروابط الزمنية، عارفين طبعا الروابط الزمنية دي اللي بنربط بيها زمنين يعني جملتين، زي ما هنقول بعض الروابط زي كلمة when، after، before، as soon as، whenever، by the time، till، until. الروابط دي كلها لو جاء بعدها مضارع بسيط او مضارع تام هنلاقي الجملة التانية عبارة عن will plus infinitive. وشوف المثال ده after he gets هذا مضارع بسيط او has got هذا مضارع تام the gold medal he will hold the party. وهنا هنلاقي الرابط الزمني لما جاء بعده مضارع بسيط او مضارع تام لقينا الجملة التانية عبارة عن will plus infinitive، ومعنى الجملة لو هو يحصل على الميدالية الذهبية سيقيم حفلا. وتعالوا نشوف امتى بقى نستخدم am او is او are plus going to plus infinitive. المصطلح دوت بنستخدمه امتى؟ واحد لما نيجي نتكلم عن تنبؤ بس قائم على دليل، يعني prediction with evidence، زي مثلا ما هنقول he's practicing hard he's going to win the race، يعني هو بيتمرن بجد علشان كده بيتنبأ انه يفوز بالسباق، يعني بتنبأ لكن بدليل. وتعالوا نشوف الاستخدام التاني، حاجة بسيطة جدا، لو لقيت الكلمات اللي جاية دي هستخدم معها مصطلح going to. ايه الكلمات دي؟ decide يعني يقرر، منها الاسم decision اللي هو قرار، intend ينوي، intention نية، plan يخطط، a plan خطة. طب نشوف كده مع بعض الأمثلة. I'm going to spend my holiday in Paris. It's my intention. لوجود كلمة intention طبعا استخدمنا going to. ونشوف كمان مثال. I've decided to spend my holiday in Emirates. I'm going to withdraw some money. يعني لقد قررت قضاء أجازتي بالإمارات علشان كده سوف أسحب بعض المال. وطبعا استخدمت مصطلح going to لما لقينا كلمة decided. وتعالوا نشوف امتى بقى نستخدم المضارع المستمر اللي هو اساسا عبارة عن am with or are plus verb plus ing. بنستخدم المضارع المستمر لو في بعض الكلمات زي arrange يعني يرتب، arrangement ترتيب، prepare يعد او يجهز، preparation معناه اعداد او تجهيز. طب نشوف مثال كده مع بعض. they have arranged to visit the country. They are packing their luggage. يعني هم رتبوا ان هم يزوروا الريف فهم يحزمون امتعتهم. وطبعا استخدمنا المضارع المستمر are packing لان موجود في الجملة كلمة arranged. طب امتى هنستخدم المضارع البسيط؟ بنقول هنستخدم المضارع البسيط لما يكون في موعد ثابت او جدول زمني معروف مسبقا حتى لو الجدول ده اتغير، زي مثلا موعد فتح بوابة او غلقها، اقلاع طائرة او هبوطها، بداية مباراة او نهايته المباراة، او فيلم او مسرحية. وتعالوا نشوف المثال ده. The plane lands at 7:45 tomorrow. يعني الطائرة ستهبط في تمام 8:45 غدا. وهنا استخدمنا مضارع بسيط رغم اني بتكلم عن المستقبل لان ده جدول زمني ثابت حتى لو اتغير موعد هبوط الطائرة. ودلوقتي هنتكلم مع بعض عن الحالات الخاصة ودي مهمة جدا، ومع اول حالة خاصة من خلال المثال اللي جاي. I've decided now. I've just decided. I've made a quick decision to travel. I reserve a ticket. يعني قررت او قررت حالا او اتخذت قرار سريع اني اسافر، لذا ساحجز تذكرة. لو لاحظنا هنلاقي كل الكلمات اللي باللون الاصفر وضحت انه قرار لكن قرار سريع، علشان كده استخدمنا كلمة will رغم وجود كلمة decide اللي اتكلمنا عليها قبل. وتعالوا نشوف الحالة الخاصة التانية. شوفوا معنا المثالين دول. He's clever. He will answer easily. المثال التاني. He studies well. He's going to answer easily. في المثال الأول استخدمنا will plus infinitive لأن بقول إنه شاطر ودي صفة من صفات الشخص يعني مش دليل. أما في المثال الثاني استخدمنا مصطلح going to لأن هنا قلنا إنه بيذاكر بجد وهنا في مجهود بيتعمل، علشان كده أصبح دليل أستند عليه واستخدم مصطلح going to. وتعالوا نشوف الحالة الخاصة الثالثة. شوف المثال ده. Take care. There is a car coming at a mad speed. It's going to crash. يعني خد بالك في سيارة قادمة بسرعة جنونية وسوف تصطدم. هتلاحظوا هنا تحذير وشيك او قريب
وكأن الجملة بتعبر عن مستقبل قريب زي ما قلنا في بداية الفيديو. مع الحالة الرابعة، ودي أهم حالة شباب، ونفهمها من خلال سؤال. فالسؤال هيقول they next week will travel are going to travel are traveling travel. وهنا هتلاقوا الاختيارات هي الأربع صيغ المستقبلية اللي عرفناهم في الفيديو. ولو رجعنا كده على كل الاستخدامات اللي عرفناها مش هينفع اختار اي اختيار هنا. طب ايه الحل؟ هنقول كده الموضوع بسيط، وانت مغمض اختار المضارع المستمر علشان ما تتلخبطش، وعلشان يبقى عرفت كل اشكال المستقبل وان شاء الله ما تنساهاش تاني. هنتكلم بسرعه عن المستقبل المستمر اللي بيتكون من will plus be plus verb ing. ومن غير ما تتلخبط، موجود فعله ing صحيح لان اسم الزمان مستمر، واستخدمنا كلمه be لان will فعل ناقص لازم يجي بعدها فعل في المصدر. وفي النهايه كده وببساطه، الزمن ده بيعبر عن شيء سيحدث في المستقبل وسيستمر لفتره. وعلى فكره هنقول شيء غريب كده، ممكن يكون تكوين الزمن ده am او is او are زائد going to زائد be زائد فعل ing. يعني شلنا will وحطينا مصطلح going to. الشكل الغريب ده طبعا يعرفه الدارسين من غير الطلاب. طبعا هي الفكره كلها ان مع المصطلح going to هيجي عشان يعبر عن مستقبل قريب. طب خلونا في الشكل اللي نعرفه اللي هو will plus be plus ing. نقول مثال tomorrow at 5 I'll be watching the movie، يعني بكرة الساعة 5 هكون مستمر في مشاهدة الفيلم. ونشوف زمن غريب برضه اسمه المستقبل التام، واللي بيتكون من will زائد have زائد past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. وزمن المستقبل التام بنستخدمه لما نحب نتكلم عن شيء هيخلص في فترة في المستقبل. ونشوف المثالين دول. المثال الأول by 2030 the government will have built the flyover bridge، يعني بحلول عام 2030 هتكون الحكومة بنت الكوبري العلوي. ونشوف المثال الثاني in 2 years time our school will have been built، يعني في خلال سنتين مدرستنا هتكون اتبنت. وطبعا ما تنسوش ان الجملة مبنية للمجهول، علشان كده زودنا كلمة been. وننقل مع بعض يا جماعة لبعض النقط المهمة جدا اللي موجودة على قاعدة المستقبل، بس في شكل أمثلة ونشرحها معاكم ونقشها مع بعض. شوف المثال ده كده by the time my manager arrives أو has arrived I will have finished the required mission، يعني قبيل ما يصل مديري سأكون قد انتهيت من المهمة المطلوبة. تعالوا نوضح الجملة دي. المفروض كلمة by the time، وده رابط زمني أو كلمة اسمها كده رابط زمني، يجي بعدها مضارع بسيط زي ما انتوا شايفين كده arrives، أو مضارع تام اللي هو has arrived. يبقى الجملة التانية عبارة عن will والفعل في المصدر اللي هو المستقبل البسيط. طيب إنما في الجملة هنا الرابط الزمني by the time جاي بعده مضارع بسيط أو مضارع تام. النص الثاني أو الجملة الثانية بدل ما أقول will والمصدر جاي لي will و have والتصريف الثالث للفعل. طب ليه مستقبل تام الجملة الثانية والمفروض تبقى مستقبل بسيط؟ بنقول قبل ما مديري يوصل هكون خلصت المهمة المطلوبة مني. واستخدمنا المستقبل التام هنا يا شباب لأنه بيعبر عن حاجة هتخلص في المستقبل في وقت محدد، فديتك فترة زمنية، لأن أصلا المستقبل التام بيعبر عن حاجة هتحصل وتتم تخلص يعني في المستقبل. فبقول لما مديري يوصل في الوقت ده هكون أتميت أو خلصت المهمة اللي أنا مكلف بيها. وتعالوا نشوف المثال ده كمان I expect to have built another house in 2 months time، وديت معناها أنا أتوقع إن إحنا نكون بنينا منزل تاني في غضون شهرين. طب أنا عندي in 2 months time من بعض الكلمات اللي بتعبر عن استخدامي للمستقبل التام اللي هو will و have والتصريف الثالث للفعل. طب الجملة هنا خالية من كلمة will أساسا، بس قبل كده قبل ما نلاقي have built هنلاقي expect to، و expect الأساس كده معناه فعل أصلا معناه يتوقع، وطبعا يجي بعده to الفعل في المصدر عشان كده جاية بعده كلمة have. وهنا أصلا expect لو رجعت القاعدة في أولها من الكلمات المعبرة عن كلمة will، يعني ما أقولك I expect to have built كأني قلت لك I will have built. وتعالوا نشوف المثال ده مع بعض by the time our teacher arrives أو has arrived. هنا by the time جاي بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام، يبقى زي ما قلنا في المثال اللي فات المفروض يبقى النص التاني أو الجملة التانية ممكن تكون will و have وتصريف تالت. طيب هنا هنقول بقى في الجملة التانية we will أو we are going to have written down all what he wrote، يعني قبل ما المدرس بتاعنا يكون وصل هنكون سجلنا اللي هو كتبه. طب نشرحها مع بعض. هنا by the time جاي بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام، يبقى بما ان الحدث التاني هيكون خلص تم وانتهى في فترة معينة من المستقبل وصول المدرس، هكون انا خلصت اصلا اللي هو هسجل اللي هو كتبه، فالمفروض يكون عندي will و have وتصريف تالت او مصطلح going to. طب ايه الفرق بين will و going to؟ بقول going to بيعبر عن المستقبل القريب شوية من كلمة will، يبقى اقدر اقول will و have وتصريف تالت او are going to وبرضو have وتصريف تالت للفعل.
ونشوف كمان مثال. Boeing 747 cars will run using water. يعني بحلول عام 2047 ستسير السيارات مستخدمة الماء. تعال نشرح المثال ده مع بعض. المفترض عندي باي وتاريخ لسه ما جاش فهستخدم مستقبل تام. يعني المنطق ان احنا نقول باي 24/7 cars will have run using water. طب ليه هنا استخدمنا مستقبل بسيط؟ ارجع تاني لفلسفة الفرق يا جماعة. المستقبل التام اللي هو will have وتصريف تالت بيعبر عن حدث او حاجة هتبقى خلصت في المستقبل في فترة معينة. هل في عام 2047 الجملة دي بتشير ان السيارات هتكون خلاص استخدمت المية؟ لا، انا هنا بتكلم عن prediction يعني تنبؤ، عشان كده استخدمنا will ثم الفعل في المصدر. ومع نقطة مهمة جدا بعيدة عن القاعدة اللي احنا شرحناها برضو من خلال مثال، وركز كده معايا. The project involves 10,000 workers who include engineers. يعني معنى الجملة المشروع ده بيتضمن 10,000 من العمال الذين include يشملهم engineers معناها مهندسون. نكتب بقى المثال اللي احنا كتبنا ده نكتبه بشكل تاني. The project involves 10,000 workers including engineers. طيب انه واحد في المثال صح، بنقول المثالين صح. بس شوف المثال الاول who include. المثال التاني ما فيش عندي كلمة who. في قاعدة بسيطة جدا بتقول في حاجة اسمها حذف ضمائر الوصل، وهو طبعا ده اسمه ضمير وصل. طب امتى حذف ضمير الوصل؟ من ضمن الخمس حالات لحذف ضمائر الوصل لما يجي بعد هو او اي ضمير وصل فعل ممكن نحذف هو ونجيب الفيرب بلس اي ان جي ونيجي كده نترجمه كاسم فاعل. يعني نقول المشروع بيشمل 10,000 من العمال متضمنين المهندسون. ومع بعض الأسئلة. As planned our manager a conference tomorrow holds is holding is going to hold will hold. طبعا هنختار is going to hold لوجود كلمة plan، ومعنى الجملة سيعقد مديرنا مؤتمرا بالغد كما هو مخطط له. ومع السؤال الثاني behave well or I not your mother am going to tell will tell am telling tell. will tell طبعا هنختار will tell لأن الجملة بتعبر عن تهديد. ومع السؤال الثالث the milk is boiling I not the gas off turn will turn I'm going to turn I'm turning. طبعا هنختار will turn لأن الجملة هنا بتعبر عن قرار سريع. ومع السؤال الرابع by 8 tonight I all my homework will finish am finishing will be finishing will have finished. أكيد هنختار will have finished لأن الجملة بدأ بكلمة باي وبعدها فترة زمنية لسه ما جاتش، يعني حدث سيتم الانتهاء منه في فترة محددة في المستقبل، يعني هنشتغل على المستقبل التام. ومع السؤال الخامس don't call me before 7 I not the final match will watch watch will have watched will be watching. تمام، هنختار will be watching مستقبل مستمر لان هنا بتكلم عن حدث سيستمر لفتره في المستقبل. وفي النهايه شباب نتمنى من ربنا تكون القاعده وصلت لكم، وخدوا بالكم قاعده فعلا مهمه جدا، ومع فيديو قريب جدا ان شاء الرحمن على الوحده رقم 9. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.